كغيرهم من المواطنين العالقين خارج بلادهم في مختلف أنحاء العالم، ينتظر عدد من الصحفيين ونجوم الدراما اللبنانيين العودة إلى وطنهم الأم. نعم، عدد من هؤلاء سافر إلى الخارج في مهام صحفية أو للمشاركة بتصوير مسلسلات رمضانية وعلقوا هناك. فإقفال المطارات كتدبير اعتمدته مختلف البلدان وبينها لبنان كواحدة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ألزم عدد كبير منهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر. نعم، والبعض منهم لا يزالون يقومون بمهامهم، فيما شريحة ثانية منهم تعيش فترة حجر في غرف الفنادق التي يعني تنزل فيها بعد قرار شركات الإنتاج ومختلف المؤسسات إيقاف عمليات التصوير. أيضا هم اليوم يناشدون الجهات الرسمية في دولهم لإعادتهم إلى بلدهم الأم. وينضم إلينا من الرياض رئيس تحرير أغاني أغاني والإعلامي اللبناني فراس حليمة. فراس، أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني اليوم كثير من الأشخاص عالقين وفنانين وغير فنانين وصحفيين، ولكن اليوم عن من نتحدث تحديدا؟ عن الأسماء، يعني بدنا جردة للأسماء هؤلاء العالقين من ممثلين وصحفيين، ويبدو أنه أنت عالق بالرياض. صباح الخير أول شيء، والله يقطع الأيام الصعبة اللي عم نعيشها كلنا. صباح على خير ويعطيكم ألف عافية. طبعا مجموعة كتير كبيرة من الإعلاميين من الفنانين اللي هني بالنهاية ما هني إلا جزء من مواطنين لبنانيين مثلهم مثل غيرهم، يعني ما إلهم الأسبقية على حدا، ولكن مثلهم مثل هالناس، يمكن لأنهم تحت الضوء بينحكى بموضوعهم أكتر، عالقين بدول أخرى، ناطرين الفرج، ناطرين الحكومة اللبنانية توضع ترجع خطة جديدة كمان لإعادة اللبنانيين العالقين برا. في كتير من الأسماء الموجودة كمان، مثلا بالكويت في الفنانة سارة الهاني، بالرياض هون في الفنانة ريتا حرب، بأبو ظبي في زميلنا الإعلامي وسام بريدي، زميلتنا إليان الحاج. هدول بشكل عام، هيك بشكل سريع يعني بعض الأسماء اللي الموجودة خارج لبنان، واللي ما هني إلا عينة كتير بسيطة من مجموعة كبيرة من اللبنانيين والشباب اللبنانيين اللي كان عندهم أعمال برا، مثل ما نحن كان عنا بالرياض شغل، يعني وظرف كورونا خلانا أنه نكون موجودين هون وما نقدر نرجع على بلدنا. طيب فراس، كثير من الدول أمرت بإجلاء جالياتهم الموجودة في مختلف أنحاء العالم، وأتوقع أنه لبنان أيضا أرسلت بعض الطائرات لإجلاء اللبنانيين من مختلف الدول ومن ضمنها السعودية. ما الذي حصل معك؟ لا شك أن الحكومة اللبنانية مشكورة طبعا على هالخطوة اللي اتخذتها، أنه هذا حق لكل الناس أنهم يرجعوا على بلدهم يعني من دون أي شك، ولكن عدد الطائرات كتير قليل والخطوات عم بتم بشكل كتير بطيء. نحن اللي عم نطلب فيه اليوم هو تسريع هالخطوات اللي عم بتصير. كمان نحن خايفين على أهلنا بلبنان، وبهمنا أنه تكون العملية عم بتتم بكامل الدقة وما يكون في ناس عم بتفوت على البلد حامل المرض، ولكن فيهم يكونوا أسرع شوي، يعني عم بيكون في أسبوعين وثلاث أسابيع بين الطيارة والطيارة. مثلا نحن هون بالرياض اليوم أكثر من 1600 شخص بحاجة ينزلوا على لبنان، عم بيبعتوا لنا كل ثلاث أسابيع أو أسبوعين طيارة، أرسلوا طيارة قبل وهلأ في طيارة عم نسمع عنها بعد ما عرفنا عنها شيء، بتساعد طيارة بين 70 و100 شخص. ف 1600 شخص عالقين بالفنادق بالأوتيلات موجودين بتأشيرة زيارة. لا شك أنه نحن كلنا بهالأرض محميين، ويعني العلقة بالسعودية بتضل أحلى بكتير من العلقة بدول تانية. نحن طبعا بأرض عطتنا الكتير دايما، ولكن اليوم إلنا حق نرجع على بلدنا وعم نطالب بلدنا. طيب، بهذا الأمر يعني. طيب فراس، دعني أسألك هون عن السفارة اللبنانية في الرياض وغيرها من هذه الدول اللي فيها عالقين، كيف عم تتعاطى السفارة اللبنانية مع العالقين من ربما ممثلين وصحفيين وحتى الناس العاديين اللي هن كمان عالقين؟ يعني اليوم نتحدث عن مشكلة تطال الجميع وما في حصر لأي شخص، ولا يعني مش ما في شخص أحسن من شخص في هذا الإطار.
طبعا انا بقدر احكي عن تجربه شخصيه للصراحه. سعاده السفير فوزي كباره كان من اول نهار مهتم، اتصل فيه عده مرات وتواصل معي بشكل دقيق، وكان حريص انه يكون عم يعرف نحن اذا عندنا اي مشكله بيقدر هو يساعدنا فيها لحتى تصدر وزاره الخارجيه الامر باعادتنا. القنصل ايضا زياد رياشي على تواصل مستمر مع كل الناس، يعني انا بعرف انا هون موجود باوتيل في اكثر من 50 لبناني عالقين ناطرين هالقرار لحتى نرجع على البلد. القنصل على تواصل مع كل شخص بشخصه صدقا، بيحكي مع الكل وبيسأل عن الكل وبقول مين إذا أي حدا عنده أي مشكلة لحتى يساعده فيها، والسفير أيضا. ولكن يعني بالنهاية الموضوع مش بإيده، الموضوع بإيد وزارة الخارجية أنها تأخذ هالقرار وتسرع هالعمليات، وبدول تانية نفس الشيء. هلأ بنسمع أوقات ببعض المحلات عن وسائط ومصالح وأخبار لحتى ياخدوا الناس، ولكن يعني مهم أنه يقرروا على عدد طيران أكبر، على عدد رحلات أكبر لحتى هالناس تقدر ترجع على البلد. طيب فراس، بما أنك موجود معنا اليوم من هذا المنبر وأكيد أنت بتتكلم عن نفسك وعن كل العالقين مثلك في مختلف الدول، إيش الأشياء اللي بتطالبوا فيها؟ إيش الأشياء اللي أنتم محتاجينها سواء الطيارات العودة أو ماذا تحتاجوا إلى ذلك الحين؟ نحن لا شك أنه موجودين. أنا بقدر بحكي عن حالي، يعني أنا موجود بالرياض في نظام حجر 24 حظر 24 ساعة، ممنوع الخروج من الأوتيل طبعا، ملتزمين نحن طبعا بقرارات الدولة السعودية، ملتزمين معهم باللي هن طالبينه. أنا ماني شايف أنه نقصني شيء غير أني أرجع على بلدي، ولكن في ناس كتير منهم قادرين، يمكن أنا قادر أتحمل أعباء أوتيل بعد شهر، ويمكن بعد قادر أتحمل شوي زيادة، غيري منه قادر. يعني في ناس ما قادرة بقى تتحمل أعباء مصاريف شخصية أوتيل وغيره وتفاصيل حياتية يومية بيعيشها كل إنسان ببلد اغتراب، هو بلا عمل بالنهاية، قاعد بلا شغل ونازل على بلد في كوارث اقتصادية. كلنا عارفين الوضع بلبنان، وكلنا بنعرف بطاقاتنا اليوم كلبنانيين، بطاقاتنا بالبنوك ما نقدر نستخدمها بشكل مريح يعني. وهون كمان إذا بدي أطلب شيء، بطلب أنه طالما هالموضوع عم بياخد هالبطء الشديد بأنه نقدر نرجع على بلدنا نحن وكل اللبنانيين العالقين برا، يسهلوا لنا مواضيع الفيزا كارد، ما يسهلوا لنا موضوع الديبت كارد، يسهلوا لنا شوي نقدر نحن نعرف كيف صحيح نتصرف يعني. جميل، شكرا جزيلا لك، الله إن شاء الله يفرج كربتكم ويتعودوا إلى أوطانكم غانمين سالمين يا رب. رئيس تحرير أغاني الإعلام اللبناني فراس حليمة كان معنا من الرياض، يعطيك ألف عافية.